اهلا باحلى ناس في حياتي، احلى ناس بجد. مش عارفه اقول لكم ايه بجد على كميه الكومنتات وكميه التفاعل اللي على الفيديوهات اللي فاتت. هو انتوا ازاي كده؟ انتوا ازاي كده بجد يا جماعه؟ انا بحبكم قوي، بحبكم جدا جدا جدا. واخيرا انا قربت اخد الاجازه يا جدعان. مش قادره مش قادره. في ناس بتقعد تقول لي ما تتخرجيش، دي احلى حاجه فتره الجامعه. لا انا عايزه اتخرج. لا مش هينفع خالص، مش قادره استحمل الكليه تاني. هي سنه ان شاء الله و تعدي على خير ونكون خلصنا. المهم طمنوني عليكم، عاملين ايه الدنيا، اخباركم ايه في الحر ده. وما تنسوش يا جدعان، ما تروحوا كده يا جدعان تتابعوني على الانستجرام، يعني ما تتابعوني على الانستجرام وادخلوا كلموني. انا بحب على فكره كده، انا بحب ارغي جدا، يعني انا رغايه قوي. فادخلوا كلموني عادي، اللي عايزه تسال على حاجه تسال، عايزه نبقى اصحاب عادي وترغي معايا ارغوا براحتكم، يعني انا مش بزهق خالص ولا عمري هزهق منكم. ايه رايكم في شعري؟ لسه غاسلاه بصراحه ولسه عاملاه ونشف جدعان تحفه بصراحه. بص بقى، انا عارفه ان في ناس كانت طالبه مني قوي حوار الفيديوهات عن الكيرلي والشعر وازاي نبدا ونعمل، هعمل لكم كل ده بس اما اخلص لاخر امتحان ده. وهفوق لكم بجد، هظبط لكم شويه فيديوهات، واللي عندها اي فيديو معين عايزاني اعمله نكتبه تحت وهصوره لكم بجد على طول. بس دلوقتي عايزه اخلص بس من اخر ماده. فالفيديو بقى بتاع النهارده جمعت لكم كده شويه منتجات هي بصراحه اساسيات في الصيف ما نقدرش نستغنى عنها. بتبدا طبعا بقى من اول 10 جنيه او 20 جنيه، هتلاقي في الحدود دي 25 جنيه في الرينج ده. مفيش حاجات كتير قوي، هم كلهم اصلا تحت ال 50 جنيه، مفيش غير حاجه او حاجتين هم اللي 100 جنيه او اقل كمان من 100 جنيه. الحاجات دي اساسيه وما بتتغيرش من اول سن المراهقه فيما فوق. بصوا بقى تعملوا لايك ده وكومنت حلو، تابعونا على الانستجرام وعلى التيك توك وخلينا نبدا. بصوا بقى، بما ان خلاص هو كده الصيف دخل علينا، ففي اساسيات. ما بص بقى، مشكله اللي حاطه ليب جلوس ان الشعر بيلزق، مش مهم. المهم بقى يا جدعان، بما ان الصيف خلاص دخل ففي اساسيات كده معينه ما ينفعش نستغنى عنها. هنمسك اول حاجه الشعر، مش هتكلم كتير ومش هرغي كتير علشان بس ايه الفيديو ما يطولش عليكم. اول حاجه الشعر، شعرنا بيعرق وبيكمكم، بيعمل ريحه مش حلوه، ويبقى الريحه دي نفاذه جدا وكلنا بنشمها وانتي بتبقي مش واخده بالك. لو انتي محجبه او غير محجبه فاسمعي النصايح دي، لان بجد يا جدعان خدوا بالكم بجد عشان تبقى ريحتنا نظيفه. وبما ان اصلا الصيف فطبيعي جدا كلنا بنعرق وكلنا شعرنا بيبوظ في الحر وكل حاجه، فاحنا اقول لكم على كده على شويه خطوات عشان نمشي عليها. اول حاجه، ما نسيبش شعرنا قاعد بالاسابيع ما يتغسلش، دي اول حاجه. ده بنغسله كل قد ايه؟ بصوا انا بالنسبه لي بغسله مرتين لثلاث مرات في الاسبوع، علشان انا بقيت انزل الجيم فانا ببقى محتاجه يتغسل كل شويه، لان كتر العرق وبيعمل كمكمه كده فبتبقى مش الطف حاجه. فاحنا بنبقى محتاجين نغسل شعر، نعمله على الاقل ريفرش كده حاجه سريعه. طب هنستخدم شامبو فيه سلفيت علشان ينضف فروه الراس من الزيوت ومن العرق ومن كل حاجه الفروه طلعتها. وهنستخدم الشامبو بتاع لوريال. طب الحجم ده بكام؟ الحجم ده 200 مللي ب 50 جنيه، هيقعد معانا وقت طويل جدا. بصوا اصلا يعني انا عايزه اقول لكم ان انا مخلصه هنا هنا وغسله بيجي فوق العشر مرات، ان انا ما باخدش كميه كبيره، انا باخد كميه صغيره. فهو حلو جدا وبيرغي تحفه، ده بالنسبه لي اساسي في الصيف وما اقدرش استغنى عنه لشعري. مهما جبت منتجات ده هيفضل الطب بالنسبه لي، لان هو اصلا خطير وحجمه صغير نقدر كمان نسافر بيه. لو انت بتسافري كتير فتقدري تاخدي ده، يعني مش محتاجه مثلا تحطيه في علبه تاني اللي هو ترافل سايز، لا الحجم ده حلو جدا وهيساعدك جدا في اي حته، تحطيه في الشنطه مش هياخد حاجه. طيب تاني حاجه البلسم، حاجه اساسيه اول الحمام الكريم. لو انت مش عايزه تصرفي فلوس يعني كتير، ممكن تجيبي الحمام الكريم بتاع الو ايفا، ده يغنيكي ان انت تحطي بلسم ويغنيكي عن اي حاجه في ترطيبه، تحفه، بيسلك الشعر، طريقته مش طبيعيه، قوامه تقيل جدا وبجد من احسن الحاجات اللي انا دفعت فيها فلوس، 38 جنيه ولا 37 جنيه. يا جدعان بجد فكروني ان انا انزل اجيب منه، لان انا بجد بنسى ان انا مسحوله في الامتحانات، ففكروني ان انا انزل اشتري من ده اتنين علشان بجد هو تحفه. فده من احلى الحاجات اللي انا جربتها، ترطيب تسليك بيرمم الشعر بيظبط الشعر، وسعره ب 37 جنيه او 38 جنيه. منين؟ من عند اوكازيون، اي هايبر ماركت او الاوكازيون هتقول البتاع ده موجود ومترصص كده منه كتير، يبقى خدوا لكم اتنين تلاته كده خليهم عندكم، بجد تحفه وبيقعد وقت طويل جدا. ليه مش كاتبين ان هو قد ايه حجمه؟ بس عم اعتقد يا جدعان هو حجمه 200 تقريبا، ده 200 عم اعتقد، يعني هو دلوقتي برضو مش مكتوب. طب خلاص يبقى نشوف الحوار ده بعدين. المهم ان هو حجمه حلو قوي وحته منه بتغلف الشعريه كده. بعد كده وحاجه اساسيه بقى، طبعا احنا روتين البشره ده روتين عادي بيتعمل كل حاجه،
ونهتم ببشرتنا بس عشان الحبوب والتصبغات والشمس وكده، ونحط لها صن سكرين. ندخل بقى على الجسم، اساسيات بقى، اساسيات وما بتتغيرش. اول ما بنصحى او بعد مثلا ما بنرجع من بره، ايا كان اي وقت انت حباه، خدي الشاور بتاعك. ويا سلام لو خدتيه قبل وبعد ما بترجعي، بجد اولا هيفوقك، هيخلي مودك حلو، وغير كده الشاور الصبح ده يا جدعان تحفه، كميه الراحه فظيعه بجد. وانا جايبه لكم شويه انواع واتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، كل انواع الشاور جيل، ودول بتاع دول تقريبا ارخص كده انواع انا جربتها. بتاع كيراند مور بالتوت والبطيخ، وده بتاع ايفا. طيب بنستخدمهم امتى يا ساندي؟ عشان في ناس بتبقى جسمها شديد الجفاف، بنستخدم الكريم اللي هو ده. لو انت جسمك شديد الجفاف قوي، نستخدم ده اللي هو ده بتاع ايفا اهو، ده كده شكله بيرطب الجسم حلو جدا، وبيغسل الجسم حلو قوي، وريحته ثابته جدا في الجسم، وبجد من اعظم الحاجات اللي انا دفعت فيها 45 جنيه، بامانه تحفه، وهفضل اتكلم عنه يعني. بصوا مش عارفه لحد امتى، بس هفضل اتكلم عنه لان هو بجد خطير. بعد كده اللي هما الاثنين شاور اللي هو بتاع كيران دمور ده، الواحد كان ب 20 جنيه، ب 20 جنيه دي حاجه كويسه جدا. هتلاقوه برضو فين؟ هتلاقوه في الهايبر، هتلاقوه في السوبر ماركت، هتلاقوه عند اوكازيون، هتلاقوه في الحتت دي. بجد انا بشرب حوار الشاور جير ده، بجد بحبهم جدا، وبحب كده ارغي كده الليفه كتير قوي. فدول من احلى الحاجات واساسيه، الشاور ده حاجه اساسيه جدا. طيب نيجي بعد كده وحاجه اساسيه ولازم تتعمل، الشيفنج. بصوا هو الموضوع ده اصلا ما فيهوش نقاش، الشيفنج حاجه اساسيه. طيب لو انت بصي لو عملتي كل حاجه، غسلتي جسمك وكل يوم وخدتي الشاور وظبطتي حالك وبادي لوشن وبادي سبلاش وعملتي كل حاجه ومش عامله شيفنج، وعملتي كل ده والمنطقه مثلا فيها الشعر، مش يعني مش عارفه اقول لكم بجد هي الريحه تبقى عامله ازاي، مش هتبقى الطف حاجه بجد يعني، اللي هو مش هتكملي الساعه وهتشمي ريحه مش الطف حاجه، وغير كده اللي هو كانك ولا خدتي شاور ولا خدتي اي حاجه. فده لازم خطوه اساسيه تتعمل وهي الشيفنج. وعامه الشيفنج دي مشهوره جدا في اوكازيون والهايبر والحتت دي، بيبقوا مثلا خمسه مع بعض، كنت زمان كنت بجيبهم ب 25، تقريبا حاليا بقت وصلت 50 جنيه. بس طبعا انتوا عارفين ان انا لجأت للليزر، فبس مش بعمل جسمي كله ليزر، انا بعمل مناطق معينه، لكن بقيه المناطق طبعا بعملها بالشيفنج. بعد كده بقى مزيل العرق، خدوا بالكم خدوا بالكم وما تنسوش الحته دي، نصيحة مني ليكو، ولو انتوا بجد بتعتبروني زي اختكم بجد ما تنسوش الحوار ده، لان مزيل عرق بيفرق قوي بجد. واحلى مزيل عرق انا جربته ويستاهل بامانة ال100 جنيه، هو بتاع ستارف اللي هو ده. بصوا ده الشكل اللي هو اصلا، بصوا هو الغطا الاحمر ده مش عارفة ريحته ايه، مش عارفين الريحة النظيفة اللي هي الهادية، هو بجد كده تحفة تحفة. وزي ما انتم شايفين في الفيديو بتاع المشتريات انا كنت جايبة منه اللي هو بالكوكونات عامة اللي هو بالجوز الهند، فده بالنسبة لي تحفة، بيقعد 24 ساعة مش بيسمر، هو بيخليكي تعرقي، هو مش بيسد المسام خالص، تحفة، وبيفتح مع الاستمرار ومع الاستعمال، بجد من أحلى أنواع مزيلات العرق اللي أنا جربتها. ولو حابين نعمل حوار مزيلات العرق أنا ممكن أجمع لكم كده شوية بس على فترات بقى يا جدعان، عشان كده أنا فلست، لأن أنا حاليا بشتري شوية مشتريات تانية وهطلع لكم في فيديو كده قريب، بس أنا هفلس لو أنا اشتريت مزيلات عرق. المهم بس لو حابين ممكن أجيب كده على فترات وأبقى أعمل لكم فيديو. ده تحفه بجد، ده بالنسبه لي تحفه، لو اي حد مجرب بتاع ستارفل يكتب لي تحت في الكومنتات وتجربته معاك كانت عامله ازاي. بعد كده بقى شويه ترطيب علشان ندي انتعاش وما نبوظش اي حاجه احنا عملناها في الخطوات اللي فاتت. طيب بصوا كل دول كده ترطيب وحاجات سعرها من 25، لا من اول 20 جنيه فيما فوق لحد 95 جنيه. بصوا بقى هنبدا كده باول حاجه. اول حاجه لو مش عايزه تجيبي اي مرطب، مش عايزه تعملي اي حاجه وتفضلي مستمره على حاجه معينه، هاتي ده منقذ منقذ، ومش ببالغ ومش ببالغ بجد، لان هو البيبي اويل بتاع جونسون ده خطير زي ما انتم شايفين. انا هنزل اجيب منه تاني ماشي، بفكروني يعني، ادخلوا كده على الانستجرام قولوا لي كده ساندي انت محتاجه تجيبي حمام كريم بتاع ايفا ومحتاجه تجيبي بيبي اويل بتاع جونسون، تمام يعني ما تنسوش. المهم ان ده خطير، بحطه بعد البودي لوشن او اي مرطب بحطه وبيرطب بطريقه مش طبيعيه، بحط نقطتين كده بيخلي جسمي خطير بجد، بيحبس كل الترطيب وكل الميه، فبصحى تاني بلاقي جسمي كده اللي هو تحفه ومترطب. فده احلى 25 جنيه بتدفع في حياتك، والحجم ده هيقعد معاك وقت طويل جدا، احنا مش بنكب منه، احنا بنحط نقطتين ثلاثه بس، فده تحفه. وده كده اول مرطب معانا، وريحته على فكره خطيره بتفضل ثابته كمان في الجسم.
اللي بعد كده البودي لوشن بتاع جلايسريد ب 35 جنيه، وسعره حاليا وصل 45 جنيه، تحفة، من غير ريحة وبيرطب، قوامه خفيف مش بيلزق، وبشرة بتتشربه بسرعة. من احلى الحاجات اللي انا دفعت فيها فلوس، وب 35 جنيه الصغنن ده. لو عايزين مرطب كده سريع ناخده في الشنطة وصغير وما يعملش اي حاجة، تالونا ده بيحتوي على الجليسرين وفيه زبدة شيا وزبدة كاكاو، وبصوا تحفة، وقوامه تقيل قوي بس البشرة بتتشربه بسرعة، وترطيبه هايل للركب والاكواع. الحتة الناشفة دي خطير يا جدعان، دي احلى 25 جنيه تدفع في الحياة، لان هو بجد خطير. وكل ده على فكرة لسه قاعد معايا، على فكرة لسه ما جبتش حاجة جديدة، ده كل ده لسه قاعد معايا، وبستخدم ان هي نقطة بتظبط المنطقة كده وبتخليها 10 على 10. بعد كده بقى لو عايزين حاجة بقى مفحفحة كده وتفضل ثابتة وريحتها جامدة، اهو اهو هو ده كيراند مور، خطير. استنى اوريكم شكله من جوه، بصوا زبده، عامل زي الزبده اهو، بصوا شايفين، بصوا مخلصه منه قد ايه. برضو فكروني من ضمن الطلبات ساندي، ساندي عايزه تجيب من ده تاني، فاي واحده منكم بقى تدخل كده تكلمني على انستجرام وتقول لي محتاجه زيت جونسون بيبي اويل، ومحتاجه كريم كيراند مور ب 30 جنيه، لا ب 25 جنيه، ومحتاجه بلسم للشعر اللي هو قصدي الحمام الكريم بتاع الو ايفا. فما تنسوش، عشان انا عندي امتحانات، فانتوا في عيالكم خد الاجازه، فانتوا ادخلوا بقى اكتبوا لي كده، وفي ناس متخرجه يعني، فانتوا بقى راعوني كده شويه. بعد كده بقى واحلى حاجه، وهو الفازلين. فازلين رطبي بقى جسمك، ايدك، ركب، اكواع، شفايف مشققه، بيعمل كل حاجه بامانه يا جدعان. انا على فكره عايزه اقول لكم بصحه لسه ما فتحتوش، لان انا لسه عندي بخلص منه وبعدين هفتح ده وهوريكوا. وسعره كان ب 95 جنيه، الحجم ده كله 250 مللي بسعر 95 جنيه، والميني سايز او اللي هو الصغير بتاعه الحجم الصغير ده ب 50 جنيه بس. بصراحه انا شايفه ان ده اوفر بصراحه، يعني ده اوفر بكتير واحلى حاجه. وبس كده وصلنا لنهايه الفيديو، يا رب تكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا. لو عندكم اي سؤال اكتبوا لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي.